وشكر أصول السلطة المحلية، وأشكر الجمعيات النسائية الحاضرة، أشكر الصحافة الحاضرة هنا، أشكر أعضاء الجمعية الساهرين على إنجاح الحفل الأول في تاريخ الجمعية منذ تأسيسها سنة 2013. أشكر شركاء المساندين للحفل، هم شركات هولريز، شركات بيربوان، شركات أصدر، شركات دلع، وشركات عين إفران. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. بكل المحبة نستقبل اليوم العالمي للمرأة الذي نحبه ونحترم من يعينه، لأن المرأة هي إحدى سمات النجاح والإبداع في كل مجتمع، هي زهرة الربيع وفكرة الدنيا وروح الحياة، هي مكونة المجتمع، هي أحلى